دكتور فاضل الزعبي رئيس بعثة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سابقا. قطاعات أو أهم القطاعات الزراعية في الدول العربية في الأسمدة، ولأي درجة يؤثر على هذه القطاعات، وعن أي زراعات نتحدث هنا بالضبط؟ شكرا لك وعيد مبارك وسعيد عليك وعليك وعلى وعليك، المشاهدين أهلا جميعا. وسهلا بك. خليني أوضح بأنه يعني خاصة بالأزمدة إحنا كدول عربية من المنتجين، 30% من الإنتاج العالمي يخرج من البلدان العربية، وكمستهلكين لا نستهلك أكثر من بين 3 إلى 5% أساسا لحجم الزراعة الموجودة عندنا. لكن ما يؤثر علينا ارتفاع الأسعار، ما يؤثر وتأثرت فيه دول عربية عديدة ارتفاع الأسعار، وهذا الارتفاع ناجم عن ارتفاع تحديدا سعر الغاز، لأنه الأسمدة النيتروجينية هي خلط النيتروجين مع الهيدروجين، الهيدروجين بياخذوه من الغاز، فبالتالي 100% في تأثير كبير جدا، قد يؤدي إلى عزوف بعض المزارعين الصغار عن الزراعة، وقد يؤدي إلى عدم استخدامهم السماد، وبالتالي فقدان ما يقارب 25% من قيمة إنتاجهم. لذلك هذا يؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار. لكن إذا جينا على الزاوية الأخرى، التأثر بالأزمة الأوكرانية بشكل عام وبارتفاع مدخلات الطاقة والغاز على الدول العربية تناوبت، وتقريبا تفاوتت بين دول نفطية غنية قادرة على امتصاص صدمة الأسعار، لأنه أساسا هي عندها دخل إضافي أجاها من ارتفاع أسعار الطاقة، فهذه الدول قادرة على أن تتحمل التكلفة الضخمة اللي ممكن سببتها. ولا تنسي هي دول محدودة وقلة عدد سكانها، ارتفاع دخل الفرد فيها، عندها مرافق تخزين حبوب كبيرة، هذه الحماية لهذه الدول. يعني أنا بذكر تحديدا دول الخليج، الجزائر، وإلى حد ما قد تكون المغرب، لكن عندنا دول الصف الثاني، هذه الدول اللي أثر فيها لأنه لا يوجد لديها قدرة مالية للتعويض، هذا واحد، وفي نفس الوقت تأخذ مصادرها من مصادر أخرى غير أوكرانيا. يعني أنا بدي أحكي العراق، العراق أساسا لا يستورد من أوكرانيا وروسيا القمح، معظم قمح أسترالي، ولكن تأثر بارتفاع الأسعار، وتأثر بالجفاف اللي أيضا أنقص إنتاجه. يعني كان إنتاجه 3.5-4 مليون طن في السنة، الآن يزرع نصف أراضي فقط، وسوف لن ينتج إلا 1 مليون طن. هنا كمان أثر إضافي. الآن بنأتي للدول اللي معتمدة بشكل كامل، كانت أو مش بشكل كامل، بشكل كبير على القمح من البحر الأسود، سواء كان من روسيا أو من أوكرانيا. يعني مثال قمح، أكبر مصر أكبر مشتري للقمح في العالم، 80% من وارداتها هي من روسيا وأوكرانيا. مش بس القمح، ارتفاع تكلفة الذرة اللي هو مستخدم للعلف للثروة الحيوانية، أسعار اللحوم أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك. أوكي، فهنالك تدابير طارئة اتخذتها هذه الحكومة، مثل حظر تصدير المواد الغذائية، حوافز للمزارعين، لكن ما زال الأثر كبيرا. مثلا تونس، إذا بدك يعني أخذ بالدول كأسماء بأخذ لك إياها كلها، لكن أنا خليني أنتقل إلى الفئة الثالثة، وهذه التي هي أكثر الدول تضررا، اللي هي الدول اللي أساسا تمر بأزمات عسكرية وأمنية. يعني لما نتحدث عن سوريا، أنت تتحدثي عن كم؟ تتحدثي عن 60% هم في حالة انعدام أمن غذائي. تتحدثي عن اليمن، اليمن هي كل عملتها الصعبة ما راح تكفي لاستيراد غذائها لسبب، بس أيضا سبب آخر، أنه أنا آسف تعطلت عليكي، بس لسبب مهم، أنه حتى تحويلات العاملين في الخارج قلت بالنسبة لها. راح أوقف هون. يعني هذه نظرة بانورامية ومفيدة جدا دكتور فاضل. وما بقي لدي دقيقتان أو أقل، سؤال أخير، قلت لي أن 30% من الانتاج العالمي من الأسمدة هو في العالم العربي، هل تعتقد أن أمام العالم العربي، الدول العربية ربما في الصف الأول بحسب تصنيفك، صف أول صف ثاني، هل أمامها فرصة اليوم لتطوير هذه الصناعة والاستفادة منها، استغلالها مع وجود هذا النقص العالمي في الأسمدة؟ نعم، هنالك فرصة كبيرة جدا. بما أنه دقيقتين خليني أحكي بسرعة، بإمكانها أن تقوم مثلا
باستغلال الأراضي الخصبة في وسط وشرق إفريقيا. هذه الدول اللي غير قادرة حتى على شراء السماد، بإمكانها استخدام الأسلوب القديم، أسلوب المقايضة بإعطاء السماد مقابل إنتاج زراعي. فهذه أيضا إحدى الوسائل، إضافة إلى دعم المزارعين في الدول العربية عن طريق وجود السماد. أنا بعرف أن روسيا وبيلاروسيا 40% من إنتاج السماد في العالم من عندهم، بس لا تنسي أن المخزونات الهائلة الموجودة لدى الدول كافية لتقليل الصدمة، ليس لإلغائها. هذا واحد. اثنين، إنتاج الغذاء العالمي، يعني على سبيل المثال القمح، العالم ينتج كل عام ما يقارب 800 مليون طن وأكثر، الاستهلاك 600 مليون، في عندك 200 مليون هي تخزين. لذلك يوجد مخزونات هائلة لدى هذه الدول قادرة على تخفيف الأزمة، ومع ذلك رح يكون في عندنا ازدياد في عدد اللي بدخلوا في حالة انعدام الأمن الغذائي، وفي عدد اللي بدخلوا في حالات الجوع. وأنا أتوقع الرقم لغاية الآن وصل ل 15 مليون دخلوا في المرحلة الخامسة من تصنيف الأمن الغذائي المتكامل اللي هو الجوع. شكرا لك يا دكتور على كل هذه التفاصيل. إذن الدكتور فاضل الزعبي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.